سهلا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، واعود الى ضيفي في الاستوديو مع المحامي الاستاذ عادل بدير وايضا مع دكتور حسام عازم. وابدا معك ايضا انت دكتور، يعني نشهد الان تصاعد سريع للاحداث، الوضع مركب، الوضع معقد، كيف تقرا الصوره الان وما هو المسار المرتقب برايك؟ قبل ما نحكي ماذا سيحدث يجب علينا أن نتحدث لماذا وصلنا إلى هذه النقطة الوضعية، نمر في وضع قاسي في المنطقة. والسبب الرئيسي لهذه الأوضاع هي سياسة حكومة إسرائيل الفاشية التي تعمل بكل مجهودها من أجل زج المنطقة إلى حرب إقليمية جديدة. هاي أولا. ثانيا قبل يعني أنت ترى أن الدولة إسرائيل توجه الدفة نحو حرب إقليمية. بالضبط، هي السبب الرئيسي للأحداث. من هذه النقطة أولى، والنقطة الثانية يجب علينا أن نستنكر كل الاعتداءات على المواطنين الأبرياء وإخراجهم من دائرة الدم. والسبب الرئيسي للقتلى من المجتمع اليهودي والعربي هي حكومة إسرائيل، ونقدم تعازينا لكل المدنيين القتلى لهذه المدنيين القتلى من العرب واليهود سواء. ونقول استمرار الوضع على أن إسرائيل تحاول استمرار الاحتلال وعدم حل القضية وإمناء إدارة الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي وعدم حله يسبب الاستمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، وهذا يؤدي إلى النزاعات وهذا يؤدي إلى حروبات، وهذا ما حدث الآن. المسؤول الأول عن ماذا حدث، المسؤول الأول عن الجرائم هي حكومة اليمين المتطرف. أستاذ عادل بدر، كيف تقرأ الوضع الآن؟ الصراحة الوضع ضبابي جدا، لا يمكن حتى يعني في حالة حرب أن نتنبأ ونعرف ماذا يمكن أن تؤول الأمور إليها، لأنه بالطبيعي هنالك يعني تسارع في الأحداث. مثلا لو سألنا أنفسنا قبل 3 أيام هل يمكن أن تكون عملية من النوع بهذا النطاق وبهذا التخطيط وبهذه يعني الأمور اللي كانت مثل المظلات الشراعية ومن البحر، في نفس الوقت كان هجوم على المواقع العسكرية الإسرائيلية. ولكن أنا برأيي الشرق الأوسط له معادلة خاصة وله تفكير خاص وله كل الأمور يعني في لها ميزات خاصة فيها. لا شك أنه إسرائيل هي المسيطرة في كل المناطق، حتى في غزة الحصار الكامل على غزة، هم بيقولوا أنه نحن انسحبنا ولكن فعليا لم ينسحبوا. وفي الضفة، منطقة الضفة كمان هنالك في عمليات إلها أكثر من سنة، يعني ضغط رهيب على 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 المواطنين وعلى الجميع. وفي الداخل كمان عربي الداخل، يعني أنا بسمع في التحليلات كل كلمتين وثلاثة بيرجعوا العربي الداخل كأنهم هم يعني في عليهم مسؤولية. وأنا جاي من كفر قاسم لحد الهون شفت 4-5 حواجز بالطريق، يعني موجود إنه اعرفوا إن إحنا موجودين هنا، يعني دير بالكم تعملوا أمور. بعتقد أن إسرائيل يعني في نوع من سياساتها في نوع من الاستفزاز وفي نوع من الاستعلاء. أنا بفهم أن دول إسرائيل يجب أن تحافظ على أمنها وتحافظ على كيانها وعلى كل الأمور، ولكن الأفعال التي تفعلها نوعا ما تجبر يعني القيادة الفلسطينية إما كان في منطقة السلطة الفلسطينية أو في غزة أن تكون في هذه الأمور. يعني حسب رأيي يعني بن غفير من أول ما دخلت الحكومة وهو رايح جاي رايح جاي عاملها منتزه عامل الأقصى. يعني وين مشاعر المسلمين؟ وين مشاعر العرب؟ وين مشاعر مشاعر العالم في هذا الموضوع؟ يعني انت عامل حالك انت يعني 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 لا تسوى شيئا، يعني جاي من الجبال من القمم الجبال وسراك اراضي وبتعمل اللي بدك اياه في هذه المناطق، وجاي بدك تحدد سياسه دوله استراتيجيا وبتقول للقيادة الجيش وبتقول للحكومة تفهموش في السياسة، تفهموش في التخطيط ولا في كل الأمور. أضف إلى ذلك العصب المركزي والأمر الذي يوجع الشعب الفلسطيني وحماس وكل فلسطيني في حتى في الشتات موضوع الأسرى. جاي بدك تعمل قصة على كسرة خبز وعلى حمام. نعم، هذه الأمور القصد انه هو الموضوع الحكومي، والحكومه اعطته يعني الحكومه مسؤوله لان اعطته كل الامكانيات في هذا المجال، انه في نوع من الاهانه القويه، وهذا طبعا باعتقادي ناتج
عن أمور متراكم أمور إلى أن وصلت حد الانفجار وبتخطيط محكم لهذه العملية. نعم، نستأنف الحديث بعد الفاصل. شكرا لك المحامي عادل البدير وأيضا الدكتور حسام عازم، ابقوا معنا سنواصل الحديث معكما أيضا بعد الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نبقى نتابع الأحداث ونعود بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. تخيم أجواء من الحزن الشديد على منطقة النقب بعد وقوع عدد من الإصابات والضحايا في صفوف الأهالي، بعضهم جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة صباح يوم السبت. وقد قال دكتور مازن أبو صيام من رهط في حديث لقناة هلا إن 7 مواطنين عرب من النقب على الأقل لقيوا مسرعهم جراء سقوط صواريخ، بعضهم في قرى غير معترف بها. على صعيد متصل، لا يزال البحث جاريا عن عدد من المفقودين في البلدات والقرى البدوية بمنطقة النقب، إذ قامت بعض من العائلات بنشر أسماء وصور لأفراد من عائلاتهم انقطع التواصل معهم منذ يوم أمس السبت، على أمل أن يتم التمكن من الحصول على أخبار تبشر بإيجادهم. وقال عضو الكنيست السابق طلب الصانع في حديث أدلى به لقناة هلا إن هناك عددا من المفقودين في مختلف البلدات والقرى العربية في النقب، وأيضا قتلى سواء بصواريخ أو إصابات مباشرة أو لتواجدهم نتيجة عملهم في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. وأضاف طلب الصانع: نحن على تواصل مع الجبهة الداخلية والمستشفيات، والبحث لا يزال مستمرا عن المفقودين الآخرين. إلى ذلك، عقدت سلطات محلية عربية اجتماعات خاصة لبحث الاستعدادات والجهوزية لاحتمال توسع دائرة القتال وتفاقم الأوضاع الأمنية. مراسل قناة هلا معتصم مصاروي تحدث مع رئيس بلدية أم الفحم حول الأوضاع في المدينة ومستوى الجهوزية والتعليمات للسكان، دعونا نشاهد معا. اولا ان شاء الله رب العالمين انه الامن والامان لجميع بلداننا. ثانيا، نعم، بلدية أم الفحم من اللحظه الاولى، احنا من امبارح اصدرنا بيان باخذ كل وسائل الحيطه، هاي واحد. اثنين، احنا تبعنا برضو تعليمات الجبهة الداخلية. ثلاثة، يعني احنا وجمعية الراحمون اخذنا هيك مبادرة لاخواننا بالنقب اللي فقدوا بيوتهم، واحنا بتواصل مع على الاقل 4 رؤساء، يعني كان لي تواصل شخصي مع 4 رؤساء لكل حاجة للبيوت. خمسة، اليوم احنا كانت عندنا جلسة لطواقم الطوارئ في مدينة أم الفحم، وكان عندنا تحضير، يعني اولا كل ما يتعلق بتحضير السكان لحالة الطوارئ إذا لا سمح الله صارت. مجال التربية والتعليم تحدثنا، في مجال اللوجستيكا تحدثنا، في مجال برضو المواطنين تحدثنا، في مجال إذا صار لا سمح الله انهيارات، كل الأمور، يعني كل الأمور من الموارد البشرية تحدثنا عن كل العوامل اللي ممكن تكون متاحة خلال حالة الطوارئ. كل الأطر هناك موجودة، ومجبورين إحنا، يعني إحنا برضو اللجنة الشعبية كانت شريكة، ولجنة ولاية الأمور كانوا شريكين في هاي الجلسات. فأتمنى وتأمل أن تكون هاي الجلسات وما نستعملش الأشياء اللي تخرفنا عنها، وأن الأمور إن شاء الله ربعين تنتهي عما قريب. كيف تتعاملون في مدينة أم الفحم مع هذا الأوضاع الأمنية، مع العلم اليوم لم تنتظم الدراسة في كافة أنحاء البلاد؟ طبعا احنا كنا تواصل قبل شوية مع وزارة المعارف، وكنا تواصل مع وزارة المستوى الاجتماعية بسبب انه المدارس مغلقة. طبعا احنا فهمنا الصورة انه رايحين ناخذ توجه من وزارة المعارف خلال ساعات القليل القريب بالنسبة لبكرة وبعد بكرة، وهيك احنا على تواصل معهم هاي بكل ما يتعلق بالتربية والتعليم. طبعا احنا بتواصل مع لجنة ولاية الامور من خلال جناح المعارف، الدكتور محمود الزهدي، الشباب الموجودين بقسم المعارف، بتواصل مستمر مع وزارة المعارف، وأيضا مع لجنة ولاية الأمور، وإحنا بتواصل مع اللجان الشعبية بكل ما يتعلق في الفعاليات اللي ممكن تكون على غرار الأشياء اللي قاعدة بتصير، الأمنية اللي قاعدة بتصير في البلاد. طبعا ما
سمير، يعني هل مدينة أم الفحم في هناك جوزية كاملة بمن كل ما يخص الأحداث عم بمر فيها في البلاد؟ نعم في جاهزية، ولكن مش كل الأمور بالجاهزية تتعلق بينا، يعني في أشياء تتعلق بالجبهة الداخلية، في أشياء تتعلق بالوزارة الداخلية، وإحنا كنا اليوم الصبح لوزارة المعارف ولوزارة المساواة إنه في كثير من الأموال اللي موجودة لكل المجتمع العربي مش بس لأم الفحم اللي مفروض تصل مشان الجوزية لموضوع الطوارئ. هذا الأمر ضروري جدا، إحنا برضو أبرقنا في رسالة لوزير الداخلية ولمدير عام وزارة الداخلية بهذا الشأن. يعني هناك في تعليمات معينة أصدرتموها للأهالي في مدينة أم الفحم؟ نعم الكثير من التعليمات إحنا أصدرنا التعليمات امبارح، أصدرنا تعليمات اليوم، أصدرنا تعليمات للأولاد، يعني في عنا تعليمات واضحة بكل الأمور بتعلق في المحافظة على أمن أولادنا وبناتنا وكبرنا وصغرنا. في سؤال أخير دكتور سمير، هناك رؤساء السلطات المحلية دعوة الجمهور بأن لا يتوجهوا لمدن يهودية إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك، ما رأيك بهذه القضية؟ أولا نحن نطلب الحيطة والحذر بكل ما يتعلق، لأن نحن نشوف أنه في مجموعات يهودية قاعدة تبعث رسائل تحريضية ضد مجتمعنا العربي، لذلك نعم الحيطة والحذر مطلوبة بهذه الأيام. ومن أم الفحم ننتقل الآن لنسمع أقوال فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع التي أعلنت عن جهوزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، دعونا نشاهد معا. واضح أن يعني إعلان حالة الحرب في دولة إسرائيل يعني بفوت المجتمع الإسرائيلي والعربي عامة في أجواء اللي هي أجواء مش طبيعية، وعليه فقد يعني ترتبنا عدة أمور منذ يوم أمس وصباحا يعني عن طريق الجلسة اللي أقعدناها في لجنة الطوارئ المحلية. وملخص ما جاء أن بلدية كفر قرع أولا أعلنت استنادا لتعليمات وزارة المعارف عن تعطيل جهاز التربية والتعليم، تم اتخاذ قرار بإبطال جميع الفعاليات اللامنهجية والمهرجانات التي كانت مقررة بالأيام القريبة يعني حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. قررنا أيضا أنه مركز الخدمات يكون مفتوح إلى ساعات مطولة من الليل، وجهنا النداء للإخوة في مدن النقب والغير معترف فيها على أن بلدية كفر قرع مواطنيها مستعدين على استقبالهم وسد حاجياتهم. توجهنا لجميع المصالح التجارية لملء المخزون الغذائي وأدوات الصحة والنظافة لهذه الفترة العصيبة لكي يعني سد حاجيات المواطنين كلما يعني احتاج الأمر من تطورات الفعاليات الرياضية. راح تكون في نطاق التعليمات التي سوف تصدر من الاتحاد العام لكرة القدم وأيضا من وزارة الرياضة. وجهنا نداء مهم جدا للشباب أن هذه الفترة هي فترة عصيبة، وعلى الجميع أن يستعمل جميع شبكات التواصل الاجتماعي بصورة عقلانية بصورة متزنة، عدم الانجرار وراء الاستفزازات. وأيضا قلنا للمواطنين أنه الخروج من القرية أو في نطاق البيت سيكون بس لأمر الضرورة منعا من أي احتكاكات. هذه فترة عصيبة، هذه فترة للعقلانية والتروي، وهذا لب القرارات التي اتخذناها، ونحن نواكب الأمور. وكلما كانت هناك تعليمات يعني بالتنسيق مع الجبهة الداخلية سوف نعمم على المواطنين ونهتم أن تصل المعلومات لكل مواطن ومواطن. يعني كيف تتعاملون في كفر قرع مع هذا الأوضاع الأمنية مع العلم اليوم لم تنظم الدراسة في كافة أنحاء البلاد؟ يعني احنا واضح انه هذه تعليمات وزارة المعارف ونحن ملتزمين بتعليمات وزارة المعارف، لا يوجد تعليمات. يعني على مستوى الموظفين والموظفات المجلس المحلي يعمل في حالة طوارئ، يعطي الخدمات للمواطنين في كل ما يخص في الأشياء الحياتية اللي بتخص المواطن. الموظفات اللي يعني لم تكن هناك أي ترتيبات مشان أولادهن أعطينا فرصة مصادق عليها لجميع الموظفات. نحن يعني نهيئ أنفسنا للحفاظ على المرافق العامة على الحراسة في داخل البلد، يعني تهيئا لأي طارئ ممكن يكون. إضافة كما ذكرت أنه مركز الاستعدادات ومركز الخدمات في مجلس وبلدية كفر قرع سيكون مفتوح لأي طارئ أو أي طلب مساعدة. إضافة إلى ذلك نحن عيوننا على العائلات التي تحتاج الآن من قسم الرفاه الاجتماعي إلى أي طلب أو مساعدة، نحن على استعداد تام أن نتواصل مع هذه العائلات ونسد احتياجاتها النفسية أو غير ذلك كما يتطلب الأمر.
هل يعني كفر قرع جاز لهذا الشيء اللي عم بتمر فيه البلاد؟ يعني واضح انه هذا وضع يعني على مستوى قطري وعلى مستوى الدولي، ولكن كبلديه نحن جاهزين. يعني مدراء الاقسام كل في نطاق مسؤوليته وصلاحياته يعمل لترتيب جميع اللوازم التي تخص القسم، سواء كان في قسم الصحة، قسم التربية، قسم البنى التحتية، قسم الهندسة، فقسم الاستعلامات عندنا. فنحن يعني على هب الاستعداد لإعطاء جميع الخدمات، ونتوخى خيرا والسلامة والأمن للجميع. هل يعني في هناك تعليمات معينة أصدرتموها للأهالي في كفر قرع؟ احنا اصدرنا تعليمات يعني من امبارح لليوم، اصدرنا تعليمات محددة جدا بكل ما يخص بجهاز التربية والتعليم، التعليمات اللي اصدرتها الوزارة بكل ما يخص قضية الفعاليات، عن ابطال الفعاليات اصدرنا تعليمات للمواطنين، للموظفين وعمل الموظفين في البلدية، تهيئة كما ذكرت المصالح التجارية وسد حاجيات المواطنين، بكل ما يخص يعني لإدارة الحياة اليومية في داخل بلدية كفر قرع. نحن على أهب الاستعداد، وعطينا التعليمات بصورة رسمية عبر موقع الفيسبوك لبلدية كفر قرع وموقع الإنترنت التابع لبلدية كفر قرع. فراس، في سؤال خير، يعني هناك رؤساء سلطات محلية دعوا الجمهور بأن لا يتوجه لمدن يهودية إذا لم تكن هناك ضرورة ذلك، ما رأيك بهذا القضية؟ أنا أعتقد أنه هذه كما ذكرت سابقا، يعني هذه فترة للتروى العقلانية، الابتعاد عن الاستفزازات والنشر الغير يعني مسؤول. يجب أن تكون الآن يعني العاطفة جانبا والتروي في كل كتابة أو نشر أو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. في حالة الضرورة يعني يمكن الخروج إلى خارج البلدات. واضح أن الوضع يعني في جو من التوتر، ولا هذا يعني التوجه هذا هو توجه عقلاني، أنه بدناش نمنع أي استفزازات أو احتكاكات أو جدالات غير مسؤولة اللي ممكن تولد ضغط إضافي على دول الأحداث الأخيرة. ومن هنا أتى هذا النداء أنه فقط في حالة الضرورة ممكن الخروج إلى المدن اليهودية في هذه الفترة العصيبة، وإذا لم تكن هناك ضرورة الأفضل يتواجد الجميع في نطاق كل واحد بلده ومحيط داره. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو، المحامي عادل بدير ودكتور حسام عازم. وأعود إليك المحامي عادل بدير لنستأنف النقاش الذي بدأناه حول هذه التصعيدات وهذا الوضع المركب والمعقد، وأخص بالذكر الآن يعني التساؤل المركزي: ما مدى جهوزية السلطات العربية والبلديات في مجتمعنا العربي في حال يعني في حالات الطوارئ، خاصة حالة الحرب؟ للأسف الشديد وضع المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي طبعا في هنالك فوارق شاسعة، إذ لا يوجد يعني ملاجئ عامة، أعتقد في كل الوسط العربي لا يوجد، وكذلك لا يوجد هنالك تدقيق على بناء أو وجود الغرف المحكمة والتي تقي يعني في حالة حدوث أي شيء. عدا عن ذلك اعتقد ان الثقافه عندنا في الوسط في المجتمع العربي، الثقافه كثير يعني فيها يعني كثير ناس بدهم يبرزوا رجوليتهم، يعني ما بيسمعوا للتعليمات تبعيات الجيش او الجبهه الداخليه انه مثلا لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا. وهم احنا بنعرف انه هاي الامور ممكن تنقذ ارواح، ممكن تنقذ ناس في هذا المجال. التعليمات تتقصد هذه التعليمات الإرشادات. يعني فيش حاجة هناك أنك تعمل إشي اللي هو مخالف للتعليمات وبعدها تقول أنه أنا لأني أنا مثلا بطل أو يعني بوري حالي بخافش أمور من النوع. باعتقادي هذه أمور يعني القدر طبعا القدر، ولكن لازم نأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب أنك تعمل التعليمات اللي مطلوبة منك. لهذا أنا بناشد هنا من عبر قناة هلا لكل سكان الوسط العربي انه ما يفكر انه مثلا انه الوسط العربي ما بوصل صواريخ، او المجتمع العربي وانه بوصلناش وانه احنا بعاد. اللي بنحكي عن صواريخ بدائيه، الصواريخ هاي مش يعني دقيقه 100%، وممكن يكون اي يعني المسار تبعيه يختلف من مكان لمكان يؤدي لكوارث. من هذا المنطلق بنقول وبنكرر وبنعيد انه السلطات المحليه العربيه واجب عليها التوعيه اكثر واكثر واكثر، وان يكون محلات جاهزه لهذه المواضيع لأي طارئ لا سمح الله، على أساس نكون جاهزين. ومن كلش إنه لأنه شوي صار عندنا تقصير نفقد حياة ناس برياء، بكفينا اللي فينا من ناحية قتل وعنف.
دكتور حسام، هل هنالك خطوط دعم جاهزة في البلدات العربية للتعامل مع مثل هذه الحالات، خاصة مع الأطفال والنساء والمسنين والمرضى؟ لا أعتقد أنه يوجد كفاية، يوجد بعض الأمور. إذا نتحدث مثلا عن مدينة الطيبة اللي يوجد فيها 50,000 مواطن، يوجد 5 ملاجئ عامة، ومعظم البيوت القديمة طبعاً قبل سن القانون الذي يجبر كل إنسان يأخذ رخصة جديدة أن يعمل ملجأ خاص بداخل بيته، فمعظم بيوت الطيبة القديمة لا يوجد فيها ملجأ. إذا حدث شيء طارئ لا يوجد حل لهذه معظم أهالي الطيبة، وهذا أمر خطير جداً. من المسؤول عنه؟ كيف سيتطور؟ هذا أمور كثيرة. هل المدينة الطيبة تستطيع أن تبني ملاجئ تكفي البلد؟ أم أن الدولة عليها أن بناء هذه الملاجئ تغطي حاجيات الطيبة؟ هاي واحد. اثنين، المعالجة الطبية، مدينة كبيرة لا يوجد فيها غرفة طوارئ أمامية يسموه مليون كدمية، يعني قبل ما يذهب الإنسان إلى المستشفى يمكن أن يكون في كل مدينة كبيرة أن هذا الغرفة الطوارئ الأمامية تساعد على قبول أي حالات خطرة. يوجد أماكن مراكز طبية محلية خاصة ستحل بعض المشاكل، يمكنها حل كثير من المشاكل. ماذا تنصح دكتور حسام، يعني خاصة أنك في هذا المجال القطاع الطبي، ماذا تقترح؟ ماذا تنصح الآن أن يحدث في هذه الفترة الراهنة يعني قبل تصاعد الأحداث؟ لا يمكن حل القضية في لحظة، يوجد وضع قائم على الأهالي أن يستمعوا لكل كل أوامر التي تعطى والالتزام بها والتوجه والسماع لكل قرارات الجبهة الداخلية وكل الأمور التي يحتاج الإنسان يقوم بها عليه أن يقوم بها. يعني عدم التفكير أنه يمكن أن يحل مشكلته لوحده، الحالة هي حالة طوارئ، وعلى المسؤولين أن يعطوا الفرصة للناس ويقدموا المجال للناس يكون لهم حماية. ولكن في ظروف كورونا وبدن العربية لا يوجد هذه الإمكانيات، على الأقل الالتزام بالقليل القليل. إذا لم يكن عندك في بيتك ملجأ أن تبحث عن المكان الأكثر أمان. إذا يمكن إعداد طواقم طبية طارئة، تحضيرات محلية، لكن أعتقد أن لا تكفي، وهذه وظيفة الدولة قبل وظيفة المجالس والبلديات. ولكن قضية التوعية مهمة جدا، وقضية التكرار والتكرار وأهمية الوقاية، لأن الوقاية أهم شيء في كل شيء طبي. الوقاية أهم كثير من العلاج. كيف نوصل للعلاج؟ يجب أن نكون قادرين على أن نبني منظومة وقائية كبيرة. أنا دائما أتحدث حتى عندما أتحدث عن العنف، أحد أهم أمور يجب أن في بداية رفعه بناء منظومة علاجية وقائية قبل حدوث العنف، قبل حدوث الجريمة، قبل حدوث المرض. الوقاية في أهم الإجراءات الوقائية مهمة جدا. نعم، دعنا نعرج قليلا على تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للدول العربية أمس السبت، قال أن إسرائيل لا تستطيع أن توفر لها أي حماية. ما رأيك بهذه المقولة وما تحملها من أبعاد ودلالات؟ باعتقادي العالم العربي في حيرة يعني من أمره. يعني قبل بداية الحرب كانت هناك أجواء يعني السلام يعني يعم على كل أرجاء المنطقة، ومبادرة أبراهام ماشي ما شاء الله، والسعودية دخلت وكانت تصريحات من ولي العهد، والأمور كانت ماشي في هذا الاتجاه يعني كثير. ولكن هاي الحرب أو العملية اللي عملتها حماس قلبت كل الموازين وقلبت كل الأوراق رأسا على عقب. وبالتالي باعتقادي أنه الموضوع العربي، العالم العربي والإسلامي مبني على ما يسمى زي هرمي. بعتقد أنه الشعوب العربية رايح تكون، إحنا رايح نشوف خلال أيام أنه ستبدأ مبادرات من داخل الشعوب العربية التي سوف تبدأ تضغط من الشعب من أجل إجبار هذه الحكومات على أن تقوم بأعمال معينة من أجل يعني أن لا تترك الشعب الفلسطيني أو الشعب الغزاوي في هنالك يعني ليكون فريسة سهلة لإسرائيل. بالتالي يعني في النهاية لازم يكون وقف لهذا الحرب، يعني لا يمكن أن تستمر يعني في وضع غزة، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع الفقر،
كل النواقص اللي موجودة للمستلزمات الغذائية، كل هاي الشغلات هذه عوامل مهمة جدا. أنا باعتقادي إنه العالم يعني بالذات الأمريكا والأوروبي أعطى فسحة لإسرائيل لكي يعني تخرج ما لديها وأن تقوم بالعمليات المناسبة، ولكن هذا ليس يعني ما لا نهاية له، سيكون له يعني خط معين. وأعتقد إنه إذا حدث لا سمح الله يعني صارت إحدى الصواريخ وصار قتل بعد أعداد كبيرة، هذا سوف تقلب كل الأمور والنتيجة ستكون عكسية بأن يكون الضغط إلى إسرائيل إلى إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. يعني المقصود، وأنا أستبعد برضو وجود يعني عملية برية، أستبعد كليا، ممكن أن تكون محدودة ولكن برية أعتقد أن إسرائيل لا يعني غير معنية بهذا الموضوع. قبل سألك ملاحظة، أنا لم يعني كل يعني تواضع أقول في نوع من السذاجة في قول أنه كان في بين العالم العربي وإسرائيل جو من السلام، يوجد جو تطبيع علاقات بين طبعا بين الحكومات، بين دول الخليج مع دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يكون أي وضع سلام بين العالم العربي وبين إسرائيل إذا لم تحل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون أي نوع من تفاهمات سلام إلا بعد حل القضية الفلسطينية. وحتى المحادثات واتفاقيات أبرام والمحادثات مع السعودية لن تنجح ولن تستطيع أن تبني سلام في الشرق الأوسط بالطبع وافق الرأي. أولويات الشعوب العربية حل القضية الفلسطينية حلا عادلا على أساس إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين. هنا النقطة الأساسية، يوجد اختلاف، يوجد فرق شاسع ما بين المواقف الدول والقيادة العربية ومواقف الشعوب العربية. الشعوب العربية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكنها لا تستطيع أن تكون أداة للتأثير على شعوبها لأنها تعيش تحت معظم الدول العربية حكومات دكتاتورية رجعية تهدف أول مصالح الرجعية العربية، وأيضا تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك القوة على السيطرة على الموقف العربي المخزي للأسف الشديد اتجاه الشعب العربي الفلسطيني. لن يراهن الشعب الفلسطيني في نضاله على الرجعية العربية، يراهن الشعب الفلسطيني في نضال فقط على نضال شعبه، نضال شعبه الفلسطيني. مظبوط دكتور، بس في كان هناك في أوروبا وفي أمريكا وفي دول ثانية وحتى في دول عربية كانت هناك مبادرات ومظاهرات قوية، ممكن أن يعني كل الأمور مرتبطة، ممكن أن تؤدي إلى ضغط معين لوقف الحرب. اليوم في النمسا في ألمانيا رفعوا العلم الإسرائيلي تضامن مع إسرائيل. كل تصريحات بايدن ندع الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بلا حدود، اعملوا ما تريدون، هذا من دل على شيء أنه العالم العربي ساكت. السعودية تتحدث عن تريد تبني علاقات ثلاثية بينها وبين إسرائيل، والسعودية والولايات المتحدة تسكت في هذه الفترة، وأنت تتحدث عن شركاء السلام في حالة يعلنون أننا سننتقم. النقمة يعني بدون رحمة، النقمة هو عمليا يحاولون إبادة الشعب الفلسطيني. اليوم عضو كنيسة من الليكود يقول حان الوقت لنكبة اثنين، نكبة 48 مكانات، واليوم النكبة الثانية أولا على الشعب الفلسطيني في غزة، والثانية على كل من يحاول أن يدعم هذا الموقف. يعني يتحدث عن مين؟ يتحدث عن أخواننا في الضفة الغربية ويتحدث عنا كجماهير عربية، هاي المخاطر. نعم الأساسية. الحديث يطول في هذه الأوضاع، وسنبقى نواكب هذه الأحداث في قناة هلا وموقع بنت. شكرا جزيلا لك دكتور حسام عازم. لديك رسالة أخيرة. رسالة أخيرة جدا، يوجد هزمة شرسة من اليمين المتطرف على الجماهير العربية، ويجب أن نكون حذرين من هذه، من كل الاستفزازات العنصرية، ونطالب من إخوة من أبنائنا الشباب في الأساس أن نكون حذرين في كل كلماتهم في شبكات التواصل الاجتماعية، يبحثون عنا حتى الكلمات الصغيرة تكتبوها. فكر في كلمة تكتب أن مستقبلك يقع اليوم في ستاتوس تكتبه في الفيسبوك، مستقبلك في الجامعة، مستقبلك بعملك. فكر كيف أن تخرج موقفك الشجاع بكلمات صحيحة وليس تحريضية واستفزازية. شكرا جزيلا لك دكتور حسام عازم. ورسالة أخيرة، رسالة أخيرة أنا بقول كالتالي، نتنياهو من 2009
حاول انه يعمل يهمش السلطه الفلسطينيه ومنطقه الضفه على اساس انه ما يكونش اي نوع من الاتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وحاول ان يحتضن نوعا ما حماس بالاموال وبامور اخرى من ناحيه اقتصاديه والعمال على اساس انه يقولوا انه احنا يعني نتعايش مع هذا الوضع. وحاول عن مدار سنين يعني يعتمد هذه السياسه، هذه الاستراتيجيه انهارت انهيار كامل، يعني كل الامور اللي كانت مخطط لها انهارت امام اعين نتنياهو وهو الان ياكل ما طبخه. شكرا جزيلا لكما المحامي عادل بدير ودكتور حسام عازم. الى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامجي هذا اليوم. يمكنكم ان تتابعوا كل الاخبار وكافه المستجدات على موقع بانت، حملوا التطبيق الان وتابعوا كافه المستجدات اولا باول. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء على طيب المشاهده، نستودعكم الله والى اللقاء.